السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تصريحات ما قاله جماب بالماضي عن نتائج القرعة. يعني من كل مدرب يدير تصريحات، كل لاعبين يعني ويشاهدنا كيفاش بالناصر وين قال لهم نحن جاهزين للدفاع عن لقبنا. حنا ان شاء الله بربي كيما يقول لك ماذا بنا، ماذا بنا يكونوا عندنا زوج فرحات 2022، يكونوا عندنا زوج فرحات، فرحات تاع كاس كاس نهايه السنه 2021، تكون عندنا فرحات تاع كاس العرب، يعني التتويج بكاس العرب، تكون عندنا التتويج بكاس افريقيا، ما نخافوش عندنا منتخب، وتكون الفرحه الثانيه في 2022 وهي التاهل لكاس العالم ان شاء الله. وين شاهدنا كيفاش ما قاله بالماضي عن نتائج القرعه اللي تكلمنا مع طحنا مع 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 الكوتيفوار غينيا، يعني نقولوا باللي منطقيا وين الفريقين المرشحين، يعني وين جماب الماضي وين قال منطقيا فريقين المنتخبات المرشحين هما الكوتيفوار والجزائر، لكن ننتظر المفاجأة ولا يوجد فريق صغير أو كبير. شوف هذه المدربين قاعد ما يديش حسابه باللي غادي يربح بكل سهولة. كل مدرب يعمل كأنه غادي يلقى يلقى البرازيل، كل مباراة فيها البرازيل. هذا هما المدربين اللي يخدموا، يعني كل خاطش علاه الا ما يقراش المباراه ما يحضرش اللعابه تاعو، غير يا بيسا غير يا استوائيه تربحك نورمال خويا، كوت اثيوبيا تربحك، خاطش علاه ما تحضرش. بصح هذا التحضيرات وهذا الفوز اللي راه يجي من اجل ما جاش من الهواء يا خويا، جا من العمل، جا اللعابه يعني قوه شخصيه تاع اللعابه، الشخصيه القويه تاع اللعابه، شخصيه المدرب، ستاف تكنيك، الطاقم الطبي، الطاقم الاداري، يعني لازم تكون في القمه باش توصل للقمه. هذه هي وين شاهدنا كيفاش التصريحات تاع جمال بالماضي، وين قال لهم ننتظر المفاجاه ولا يوجد فريق صغير او كبير. البطوله الافريقيه صعبه ويجب ان تكون جيدا في كل مباراة وفي كل شيء، لا يوجد اختيار في أي فريق نواجهه نعتبره الأحسن، لا يجب الحديث الآن واعتبرنا ومن اعتبارنا مرشحين لأننا نحن الأبطال، لأن الفريق يعني وين قال لهم لا يوجد، وين قال لا يوجد اختيار في أي فريق نواجهه نعتبره الأحسن. هذه كنت نهضر عليها، نبدا نهضر لازم مين نلقاو فريق نديروه باللي البرازيل باين نلعبو مع البرازيل باش هكا كل واحد يدي حقه، ما نحقرو حتى فريق. لا يجب الحديث الآن واعتبارنا مرشحين لأننا نحن الأبطال، لأنه فريق من فريق بأن تترشح وتصرح بذلك داخل الوطن أو خارجه، يجب الحفاظ على المستوى والطموح والرغبة في النتائج وإسعاد الجزائريين إن شاء الله يا ربي. كل شيء في وقته، وكأس العالم مهمة جدا لنا. رأيي في المجموعة الأخرى، لا يمكنني إعطاء رأي في المجموعات وأركز على مجموعتي وفقط وأترك لكم باقي المجموعات، قالها بمزح. برنامج المنتخب الوطني كل أموره مضبوطة، فيجب أن تكون البداية جيدة ولا نحتقر أي فريق أو ننقص من قيمته، أي ننقص من أي قيمة من أي فريق، فالفريق فالاحترام واجب، وكل فرق إفريقية تطورت إن شاء الله، لاعبي المنتخب الوطني يكونون جاهزين، ونتمنى أتمنى غيابات والإصابات مع فريقهم، وأنا أتابع كل كبيرة وصغيرة وحتى اللاعبين المصابين. كلمة للجمهور في هذا الوقت وبعيد عن كرة القدم، نحن نعيش ظروف صعبة، نتمنى الخير لوطن والشعب، كما تمنى الناخب الوطني كل الخير للشعب وللوطن رغم بعد المسافة وقلوبنا معهم. احنا المهم إن شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب الوطني الجزائري
ان شاء الله بربي كما يقول لك شعلنا احنا عندنا كما يقول لك افراح تاعنا، افراح تاعنا منتخب وطني جزائري. انا واحد من الناس كرة القدم، نبغي كرة القدم، نبغي نلعب بالمنتخب الوطني، نعيش ذيك اللحظة وصايك حوسوا نعيشوا ذيك اللحظة. عرفت شو تالمو باغين في المنتخب الوطني كيفاش في القرعة ونتبعوه. كريم ما كناش في الديبي تاع 2000 في الصحاب من 2000 كيما نقولوا حنايا من 2000 فرواح ولينا نتبعوا القرعه. بكري ما كناش نتفرجوا ليك بنفسنا بصح ما نتبعش القرعه، نسمع باللي يا ودي غادي يلعبوا ها مع من يلعبوا بصح ما كناش نتبعوها كيما دروك. راهو تصيب الناس القهاوي، الناس قاعدين في القهاوي، الناس يرقبوا التلفزيون قاعدين قارعوا مع من نطيحوا. كان اللي قال بورقه وستيلو اسي محمد، كاين ورقة قال بورقة وستيلو مع من نطيحو. أيا الحمد لله يا ربي دروك المنتخب الوطني بانت صايك هادي قلعناها صايك. دروك رانا عارفين روحنا كوب دافريك مع من غادي نلعبو برومي تور. دروك تبقى لنا الكاليفيكاسيون كوب دي موند. وراه قالها جماعة بالماضي بلي التركيز تاعنا كله على الكأس العالم. يا ودي يا كأس العالم مليح، كأس العالم مليح، ومام اللعابة باغين يروحوا يلعبوا كأس العالم، باغين يروحوا يلعبوا كوب دي موند. وكوب دي موند حنا نروحوا لها، راهي تمشي لنا مليحة. شو كيفاش راهي تمشي لنا مليحة؟ انا الشيطان حنا مع جروب كاين كوت ديفوار برك، ما نكذبوش على روحنا. ولا يخرج لك صحافي ولا يقول لك مجموعة الموت. يا ودي مجموعة الموت شناهم كاع، خرجوا حنايا كوب دورو، ما تسموناش مجموعة الموت، سموها أسهل مجموعة نوصلوا، سموها أسهل مجموعة نوصلوا. غادي يكون تقولوا أسهل مجموعة نوصلوا، أيا ما نزيدوهاش كبيرة، ما نزيدوهاش، خليها في بلاصتها كيما هكا، تقعد كيما هكا نورمال. نروحوا نلعبوا كوب دافريك بدون ضغط. بدون ضغط خاطش يعني عارفين المنتخب الوطني نلعبوا، خليهم يلعبوا بدون ضغط. روح سورتو شوف ان شاء الله بربي نكونوا مكاليفين باش نلعبوا ماتش دو باراج. نروحوا نلعبوا بدون ضغط، بدون ضغط. برومي تور يفوت، دوزيام تور يفوت، خلي حتى الكار دو فينال تولي الدعوه تزير. مام اللعابه يولي يحسوا بمسؤوليه كبيره كيولي كي يدخل لك يلعب لك كار دو فينال. غادي تولي السنه العام الجاي كوب دافريك اللي جايه يمكن نتلاقاو فينال الجزائر كوت ديفوار، يمكن الجزائر كوت ديفوار تتعاود الجزائر كوت ديفوار. خاطر كي تشوف لي جروب يمكن نشوفو الجزائر كوت ديفوار. هذه ان شاء الله بربي يشوفوها. كاين برومي تور، كاين المغرب في جروب مخنز، وكاين مصر في جروب مخرج. قادر هادو زوج يروحوا وننجمو نشوفوا بلي كيفاش نقولوا، ننجمو نقولوا بلي غادي نشوفوا المنتخب الوطني الجزائري مع الكوت ديفوار في النهائي. ينجم نشوفوهم في النهائي يعني بكل سهوله. وهذا التكهن تاعي انايا اليوم، رانا شفنا كيفاش القرعه هذه قرعه اللي نقولوا بلي في صالحنا. وجما بالماضي مام جما بالماضي ما يتسرعش، مام شاهدناه ما تسرعش، هدر قال بلي كل فريق. والمفاجأة في هذا الجروب مع الناس، حنايا مع الناس مع الناس عندنا غادي نفوتوا حنا وكوت ديفوار، يعني ما نضخموها، غادي نفوتوا حنا وكوت ديفوار. العبور للدور الثاني مضمون 100%، مضمون 100%، ما كاش زعماك مشكله ولا ماشي قضيه. رانا نحقرو في الزوج منتخبات ولا لا، هي جايه كيما هكا، هي جايه كيما هكا، هي جايه كيما هكا، مضمون 100% يعني بسهوله. هذه هي ان شاء الله بربي نقولوا بلي ربي يوفقنا برك، ان شاء الله ربي يوفقنا برك. هذا مكان نشوف بها غادي نشوف فيها بلي غادي نوصلوا فينال، يعني بدون مجامله ولا نوصلوا فينال ان شاء الله. هذه هي اما نشوف بلي ما كاش عند المنتخبات اللي يواجهونا، ما كاش ما صناش انا والله العظيم كيدونا نلعبوا في الاوروب، ما صناش لهنا ما كاش.
مكاش المهم ينلموا في لورو بوسايك.